لقد عشقنا الحق فعشقنا الحسين، وعشقنا الوفاء فعشقنا العباس، وعشقنا البسالة فعشقنا علي الأكبر، وعشقنا الثبات فعشقنا حبيب بن مظاهر الأسدي، وعشقنا التوبة فعشقنا الحر بن زياد الرياحي، وعشقنا الصبر فعشقنا زينب بنت علي. وهل يلام أحد إذا عشق القيم متجسدة في الأشخاص والمواقف؟ من فكت تتوالد من ثورة الحسين عليه السلام ونهضته وتمرده على الظالمين، ثورة بعد ثورة ونهضة بعد نهضة وتمرد على الظلم بعد تمرد، لقد أصبحت تلك الثورة جزءاً أساسياً من حركة المنظومة الشمسية، بحيث لا يمكن أن تتصور هذه المنظومة من دون تلك الثورة الربانية المقدسة. كانت العزة والكرامة من أسباب نهضة الحسين ومن منطلقاتها، وعندما قتل الحسين من أجلها أصبحت شهادته عنواناً للعزة والكرامة ومن أهدافها. من دروس عاشوراء: إنك إن لم تستطع أن تقيم سلطة العدل والإيمان في الأرض فإنك على الأقل قادر أن تسقط سلطة الجور والعدوان، وعليك أن تفعل. من فتاوى نهضة عاشوراء: إن قتال المنافقين الظلمة أوجب من قتال الملحدين الكفر. ألم يرفض الإمام الحسين الذهاب إلى قتال الترك والديلم، وفضل على ذلك الذهاب إلى قتال المنافقين من بني أمية؟ النفاق مشكلة داخلية، والنفاق أخطر من الكفر الصراح. ألم يقل ربنا: هم العدو قاتلهم الله فاحذرهم.